بن مالك شكرا رميح غازي عيادي حكينا شوية on pourra rebondir هكا quelques secondes الأجيال هذه أنا هي الأقل قدرة على التحمل من الأجيال السابقة هل أنه من عاش ويلات الحرب مثلا في أول القرن ولا في السنوات الأربعينات أو الناس اللي عاشوا برشا حاجات مثلا في أجيالنا الحالية كوفيد وثورات و شكون هما الأكثر قدرة على التحمل شكرا والله سا ديبون يعني كل جيل وكل فتره والحيثيات نتاعها والصعوبات نتاعها انا يعني ابائنا وجدودنا وكل عاشوا فتره الحرب انا بابا يرحمه كان يحكي لي على الحرب والشنو والضرب لكن بون وكانوا يتحملوا بالحق تحس انه العصر هذا اصعب في الصعوبات نتاعو اي يعني واحد في صعوبات يعني الجيل هذا مسكين ديجا الي فراجيل كما قلنا بكري الي تري تري فراجيل سيكولوجيكمون يعني مش كيما احنا مش كيما الجيل اللي قبلنا انا هذول الناس اللي عاش في الحرب هي الناس الاقوى القاسات تحمل لانه ما فماش ما اصعب من هكاك بصراحه نعرف أنا كي يحكي على حرب حرب حاجة كبيرة ياسر طبعاً تفهم الإنسان يتعب من حرب نحس اليوم سي فيسيو التعب اللي عايشينه لي جينيراسيون جديدة لا جينيراسيون هذية ما تفهمش علاش أما كلهم تعبين كلهم فراجيل كله ألوغ كيف تشوف تبارك الله كل شيء متوفر ما فماش حروب أما هي حاجات في العروق حاجات بالحقمة كما اليوم اللي قاعد يصير مثلا تقول في الحرب الأوكرانية الروسية هذيك باش نرجعوا للقنابل والنووي والرديوس اما نحكي فما حروب صايرة من غير قنابل ومن غير نووي اما صحيح كل جيل عنده ايجابيات وعنده سلبيات عنده دي زونديكاب ينجم يفوتهم ولي زونديكاب ساعات حاجة باهية تقول ربوع باش نعطيك مثال انا نعتبر روحي محظوظ الجيل نتاعي بون سي سوبجكتيف شخصي علاش على خاطر معناتها عشت الفرحه ولا الاستمتاع بالحاجات الجديده معناتها انا نتفكر وانا صغير كيفاش احنا صغار نحينا جبنه تلفزه كولو مخضرم يعني افانس معناتها جبنا بارابول ولا عنا انترنت جبنا الجيل هذا جيل تولد لقى كل شيء موجود عنده كل شيء فهمتي بالرغم اني مسكين عاش ثوره وليك وعاش كوفر فو وعاش اما انس فما حاجه انه هنا في الاجابه اللي ذكرتها انه الجيل هذايا بالرغم انه رقى هو جيل الانترنت يسمى ولكن في مواقع العمل نتاعو كان مطالب باش انه يكون up to date وحاجة لا ترحم يعني اليوم انك انت تكون مش معناها يكون عندك لغات وعندك شهادة معناها انت راك عندك حظوظ باش تخدم لا اليوم شوف سوق العمل قداش يتغير العمل قداش فيه تفرعات لا ديجيتاليزاسيون في العالم ماكلة بعضها ما تشوفش هنا معناها جيل سكويد جيمز جيل سكويد جيمز في بالك اجدادنا كان مثلا اجدادنا بعاد كان نجار على 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 الحفيد العاشر يقعد نجار وي الحداد على صنعة بولة يعايرو ويقعد هي بيده وسهله مستقبله ويقول لك توتي بيان تراسي اليوم تدخل تخدم في خدمه ومن بعد عميل الخدمه ذيك ما عادش عندها حتى فايده اليوم تاخذ دكتوراه في الفلسفه تنجم تعمل بها حتى شيء نعطيك مثال اسهل من هكا وانا الناس يعرفوه فما عباد في فتره ما اواخر التسعينات عملوا مشاريع خذوا قرض وعملوا مشروع حل تاكسيفون مشى التاكسيفون ومن بعد خمس سنين ما عادش فما حاجه التاكسيفون ما عادش يخدم فهمت الدنيا خلاش تبدل ولاجونس دو فواياج في طريقة كذلك في طريقه لنا ديسا كاين لي فاكس سيدي سامي راهو الدنيا سيدي سامي من بعد لفتره فيك فكرني باش نحكي لك على حكايه الفاكس انت اللي تحبها نتاع الاداره البارح عشت مغامره قمت نضحك قلت لازم صورت لي حق صورت باش نحكي لك وتصدقني تعرف ما نكذبش عليك لا نعرف كنت تكذبش يلا هذه شي ما فيها فتره فيك تنظم نقابة عوين ويترهتها من رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالاشتراك مع ستارت أب إيفانتس حفل الفنان العالمي جيمز والفنان التونسي نوردو بالقاعة المغطاة برادس يوم 5 مارس على الساعة 7 مساء تباع التذاكر على تذكرتي.ان لمزيد من المعلومات أنفولاين 51-187-111 يلا رجعنا في راسين كاري والأسئلة متاعنا عندي سؤال
ما نحكيلكش على مغامرتي في الاداره البارح. حق مغامرتك في الاداره. خلي بعد وقتني نكملوا. لا لا خلي يقول. لا والله اسمع، مشيت باش طلع شنو مختصر. مشيت لشركه وطنيه كبيره باش نخلص. ايه. دونك باش يطلعوا لي فاتوره. ايه. الفاتوره فما في الاكران، يما ما عندهمش امبريمونت. المدام اللي على تبعث لك بالميل. لا لا باش تكتب، باش تكتب الفاتوره هي بيدك، تكتبها بالستيلو تصور. ومش مره سي مش بالقلم رصاص، بالستيلو. ومش هذا برك، مرتين باش كوبي تقعد عندهم وكوبي تقعد عندك. قعدت نستنى وهي تكتب، قعدت برشا ما صدقتش. قلت لها يا اخي فماش امبريمونت، هاني راه فيها. قالت لي فماش امبريمونت، انا شنو سخايب كيف فماش امبريمونت عند نهار اي نهار نهارين ست اشهر عندها من شهر افريل. قلت لها استنى افريل تعدى لو عنده. قالت لي هيك راه قريب شغلك العام، راني بلاش امبريمونت وكل فاتوره نكتبها مرتين ما عنديش حتى كالك. ما صدقتش يا اخي. الاكثر من هذا قلت لها يا اخي ما فما مدير عام ومديرين ما 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 ما, ما طلبتش حركت لهم حتى شعره. قالت لي مش هذا برك، طلبت وما جاوبونيش. مشيت للمدير بيدو، نلقى المدير بيدو ما عندوش امبريمونت في بيرو، وراني ما عندوش امبريمونت. شنو الاداره هذه؟ اداره تاع شركه وطنيه كبيره وكبيره برشا. تاع شنو الشركه؟ مش لازم نقول الشركه هذه فيها فلوس. اه ومن الفاتوره واحده من ثلاثه اللي يخلصوا كل شهرين فاتوره. يا انس يصير في اخر الايجارات ستيغ. لا سونيت 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 يصير هكا. والله السونيت والسيجن تصير برشا فلوس. ما صدقت وديما ما يخلصوش العباد في السونيت سيرتو عندهم. ما صدقتش معناتها ليه هي كيف مشيت شكيت عندها 10 شهور يا اخي. قالت لي المدير فينو هو بلاش. قال لي عطي لامبريموت نتاعو اللي عنده خاطر عندهم كاسه اللوطه اللي باش يخدموا بها وبلاش. السونيت الوحيده اللي هي رافقه بالموطنين مازالت. الصبر والله الصبر الحقيقه. هيا اون نو ني با فام اون لو ديفيان. شكرا من القائل شانيل كوكو شانيل. لا شو اسمها سيمون دو بوفوار. وي من الاكستريم الاكستريم. نحكيو على اشهر مقوله اللي كتبتها سيمون دو بوفوار. علاش من الاكستريم الاكستريم؟ حتى شانيل اي ميزت بالعكس، هي تطبيق امبيريقي لمقوله دو بوفوار. فوالا من اللي سي في الفيلوزوفيك نتاعها لو دوزيام سيكس كانت سيمون دو بوفوار. نشرت الكتاب هذا سنه 1949 وقت اللي كان عمرها 40 سنه. المقولات هذه ولات بالوقت ان سلوغون شهير لاج دو ريزون. وفي الانترفيو ليها في سنه 1975 قالت ان الجمله ذيك تلخص الاطروحات نتاعها الكل. برشا ناس تفهمها بطرق مختلفه. اون نو ني با فام اون لو ديفيان. سو داكور. ما تاع المجتمع هو اللي يردك في مخك انت مراه لوغ كو كي نوصلوا ل 40 سنين وليو كيف عندنا حكمه ان شاء الله. انت مازلت كي نوصلوا. انت كيفاش تفهم هذا يا شاكر المقوله؟ يعني المراه هي اللي تعطي القيمه لروحها يعني في المجتمع بتصرفاتها بثقافتها بليماج. هي اللي تصنع ليماج نتاعها، مش سي امراه وكهو. دونك هي تعطي القيمه لروحها في المجتمع. انا نفهمها وانه المراه انا نفهمها المراه هي ابرونتيساج سوسيال، معناتها تعلم اجتماعي باش تولي امراه. معناتها انت كان معناتها يتولدوا تواما وليد وبنيه في الغابه ويعيشوا في معناتها ما غير تاثير كيف كيف. المجتمع واحد يطلعوا كيف كيف في برشا حاجات ما فماش اختلاف كبير بيناتهم، لكن المجتمع هو اللي يبني المراه والمراه يلزمها تبني ذاتها كمراه. وي تبني ذاتها في المجتمع يبني كلمه وقيمه خاطر نجم زاد تراكمات بناء هذاك بالمعنى ذاك. اي ما هو في العكس خاطر هي المراه فينالمون هي كونسيديري كيما اقل من الرجل طبعا. ليه؟ كونسيديري في اغلب المجتمع في اغلب المجتمع. إيه انت تعملها في قيود وحدود. هي سيمون دو بوفوار ضد هذاك الكل خاطر هي ما تولدتش راهو بيهم. انتم حطيتهم في مخ اولا المجتمع وفي المجتمع في من المدرسه للدار للتربيه الكل. فما عديد الدراسات اللي توريك انه كيفاش التقاليد هي اللي تصنع الحاجات اللي احنا نونيو ناخذوها كحقيقه. وهي اون فيت لا يعني ماهيش حقيقه عمرها ما كانت. فما مجتمعات انثويه معناتها بالعكس المراه هي اللي تسيطر على الوضع، تسيطر على المجتمع مع ومسيطر على الرجل وهي اللي تحكم والمراه هي اللي تحكم. معناتها هذه ثقافيا بالطبيعه هي مجتمعات اقليه اقل من المجتمعات الذكوريه. انا ما عدت اشارك بصراحه. فهمتني انت حديثي برشا انت. لا اي ما عدت الانسان خلقه ربي ذكر وانثى. علاش التفرقه ذي ساعات ترقى
مثلا التفكير نتاع عبد انديبوندامون باش يكون مرا ولا راجل، حطينا الامر بالتشريع خير من هذاك. ما يلزمش تكون المراه هي اللي تحكم، هي اللي مسيطر، حكايه فارغه، وما يلزمش جدا الراجل يكون هو اللي مسيطر. معناها الوقت اثبت في مراه انثى وذكر، دونك لازم تشاركوا تو سامبلومون. وي يما مثلا تبدا مع مراه اللي معناتها فيمينيست وكل شيء، تحكي لك على المساواه وكل شيء، ومن بعد تقول لك ريتسيسم وذاك معناتها خطيب يروح، خرجنا بعضنا وكل واحد خلص على روحه، ثبت روحك. ما اسمهاش فيمينيست هذه، هي ما هذيك ما اسمهاش فيمينيست. صعيب ياسر تلقى فيمينيست تحت الطريقه. مثلا نعطيك مثال، دونك هذوما كلهم فما عادات اجتماعيه راهو قد ما تحب تتجاوزهم وما يتنحاوش خاطرهم عادات قويين. كان عندي صديق لي خدم دبلوماسي في بلد اوروبي ولقى يلوج على ابارتمون، قصه من الواقع، وما لقاش، فخذا كولوكاتير معاه في انونس طفله من بولونيا يدور لي تعمل في دراستها في ألمانيا. فمرة في مناسبة استدعاها لأنها تتعشى، مش استدعاها، قال نجم شو نتعشى وكان تحب اليوم، يعني بالنسبة لها فماش مناسبة لحد شيء، وهي مجرد صديقة كولوكاتير. كولوكاتير جيس يسكنوا بعضهم. بلا مشيت تعشيت وياه، فخلص هو لأنه الثقافة مختلفة. الثقافة متاعنا تخلص. بلا تخلص يعني. فقعدت قديش ما تكلموش على الفاز هذيك يعني. قلت له شنو المناسبة اللي تخليك انا تخلص عليا؟ عندي صاحبه شو حاجه ناقصه عندي يعني باش انت تخلص؟ جيت شكيت لك قلت لك حاجه يعني يشوفوها بالنسبه لهم في ثقافتهم هما قد قد. انا مره فرنسا في ديستريبيتور تاع قهوه في الفاك عاش انو رو شنو جاي رجحوا لك بغدوه، قال نسيت قلت شنو هذا؟ قالوا انو رو تاع القهوه تاع البارح. يعني أنا بلي سايت قال هذول اسمع وريت ما لاحظتهمش عندهم اي بسم الله. لا هذيك هذيك اللي ما حملتهاش جامي بسم الله حتى يبدا مع عينك جامي. احنا ما تنجمش واحد تبدا تاكل في حاجه ما تقولوش اي بسم الله جامي دلافي ماهيش موجوده اصلا. كلي هذيك نفس الموضوع اللي خليها هي تقوم تطيب العشاء وتقيل وتغسل الماعون وكل حاضر العشاء خوك خاطر امرا حاضر العشاء خوك في برشا ومالي احنا صغار نحكوا فيه في المكتب وحدد سوري خوك وهو شو يعمل هي المشكله حتى برشا ما عادش موجود هكا. اي نقصت المهم. ما تصورش واحد بوه يميز بين ولد وبنته راه هذيا مش تمييز. يا اخي كي تخدمها طفله ياسر معناها ميزت عليها ولدك. يا غازي كان موجود بكثره. كان موجود بكثره. انت تشوف حتى من روحك تو كي باش تروح مثلا مش تعرف اللي عشاك باش يجيك نورمالمون ودافي وسخون وفما شكون صحيح ولا وانت تتفرج في الماتش وانت صحيح انت مسؤول وانت ثقافه وانت تعاون زوجتك اما انت متاكده اللي تعاون فيها. ما انت هي هذيك واجبها وانت كفا وانت تحبها وكل شيء راهو نحكيو على هذا شفتي راهو داخل فينا مش ومش معناتها انا فيمينيسترا وانا من بتاتخ من الناس اللي نحب نسربي زوجي ونطيب له وندلو راهو مش معناتها نحكي على روحي نحكي في على سيمون دو بوفوار كي قال دوفيان فام معناتها شفت غازي فينا الحكايه هذه انت تو في مخك بطبيعه مرتك كيف تايب العشاء وبطبيعه هي مسؤوله. لا الحقيقه انا جامي فكرت انه معناها نعلم طيب معناها اي خاطر هي اي انا قلت صعيب تخممت فيها معناتها الرجال ما صعب عليهم كان التطيب واحنا نعرفوا اللي اكبر نجم تشوي شويه الحم والسلطه اي سي بون هو كيف هو سبريه يلا هذه غنيه انا نحبها برشا ولو انها كانت ماشيه لصوت ولكن بعد ما تباعت خذيها صوت اخر. هذا وائل كفوري شو قيمة النظرة. نرجع بعد شوية من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. لو ماسك اف كاتي يضمن لكم حماية مطلقة من الفيروسات الكل بما فيهم الكوفيد. رجعنا في راسين كاري دونك قبيلة كنا أعلننا على لو جو نتاعنا افيك لو ماسك اف كاتي والحماية من الكوفيد وكل يوم ناخذ مستمع بطبيعة الحال بعدنا نعمل قرعة برشا ناس يكلمونا على رقمنا 31 380 ألف. كلمونا برشا ناس واخترنا زينب. مرحبا بك. عسلامة سامي. مرحبا بك يلا زينب الترابلسي ربة بيت من باب سعدون. اي ربة بيت مستشفى سعدون. مرحبا بيك. قداش ما مش لازم نقول لك قداش عمرك. اي مش لازم ما ينعديو هذا. عندك صغار متزوجه؟ متزوجه وعندي وليد. وعندك وليد صغير ولا كبير ولا مراهق ولا كيف؟ عمره 13 عمره 13 خاطر صوتك صغير انت زينب. اي ديما يقولوا لي صوتك صغير. انت 20 سنه صوتك. كيفاش؟ صوتك بتاع 20 سنة اكا فوا دو
هاكا حسلك وراساتك قلت عمرك يا زينب، عرفتك باش تغلط يا زينب. ربي فضل ولدك وربي ربي فضل ولك. زينب اختيار انك تكون ربه بيت؟ والله من الاول كان اختيار وبعد ولدت ضروره، دونك هذيك علاش قعدت في الدار. باش تربي الولاي وتلهي بالدار توسا. هكاك اي هكاك الإجابة على سؤالنا اللي طرحناه قبيلة شنو زعما؟ نورمالمون أنا دخلت شفت هكا شوية، نورمالمون حسب ما شفت اللي هو ماسك أيوزاج ميديكال أوت بروتكسيون 3 بلي أفيك بوند إلاستيك. دونك كيل سون لي دو موديل دو ماسك إف كا تي؟ هما أفيك إلاستيك والثاني avec bande élastique. Avec bande et avec élastique. هذم هما اثنين يا زينب، ونعتبر إجابتك صحيحة. برافو زينب. Donc les deux modèles، les deux modèles متاع الFKT هما avec élastique et avec bande. بطبيعة الحال تلبس معه في البافيت وامورك واضحة والتلقيح وامورك واضحة. لا ديما نلبس ربي ان شاء الله يعافينا. عندكم كورونا فيب سعدون؟ حتى فيب سعدون عندكم كورونا؟ نحب نسلم عليكم الكل. مرحبا بك. مرحبا بك. اللي مش حاضرين معك مدام جميلة شادي عرفاوي سي عبد الله ابراهيم الطيب فيصل الرياحي يعيشك، ونحب نسلم على مدام درة عياد اللي في الاعداد وما شاء الله عليها يعيشك يلا شكرا. وفي الاعداد مع سي محمد سياري في ناش تريبينال. هيك تعرف تاريخ الكل. طبعا طبعا بيان سور. انا حتى غسيل كاغي حضرت من الاول بكل، حتى اللي كان في الاعداد مهدي زغديتي وصابر له ثلاثه. الله 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 2016 هذاك اكيد 2016. سؤال سي رياضي، هذاك اكثر سؤال قعدت شدته في مخي. هاي بون بنصور في الاستوديو تو، كان انس بن مالك نجم يجاوب عليه. انت عندك سؤال؟ وقتها سؤال درجي نلعب دينا هكا معاها سي بيان. يا زينب سامحني زينب، انت عندك سؤال توا يعني؟ اي تفضل تفضل. انا نعرف الاجابه نتاعو راني باه. هو شكون اول لاعب تونسي احترف برا؟ اي وجمع الكميتي هذيك. اي والله وي هذايا يا زينب، هذايا السؤال انا مره نحكي لك حكيته اللي هو مره مع تحدي انت وبديع بن جماعه. لا لا بديع بعث ميساج لسامي وسامي قالوا لا 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 كل نشربوا في قهوه قبل ما نجيو للغاسين كاغي، معايا شهاب رويسي وبديع بن جماعه. قلت لهم اسمع، فما انس تحب نعطيه سؤال تعجيزي في الرياضه. قالوا لي اسمع اسالوا شكون اول لاعب تونسي محترف في الخارج؟ اكيد ما جابش يجاوب. هو ابو جمعه الكميتي. وجاوب انا صحيح. زينب وقت تجي بحذينا زينب. مرحبا بيك. ان شاء الله ان شاء الله، انا من المتابعين الاوفياء على الاخر. مرحبا بيك زينب. السبعه الوقت هذاك الكل في الكوجينه باش نجم نسمعكم و مرحبا مرحبا. شنو الطيب قاعده؟ انا توا عندي كعبه حوت باش نشويها. كيما ما تتوكا تفيت على الدنيا الكل، وبعد ما نكمل معاكم نكمل. هاي صح صح. محليك يا زينوبه محليك. صبرت شوية عب ستار روعتك بالضبط. ستورة روعتك بيت خلت أورا. عايشك يا زينب. شكرا ليك وإن شاء الله ديما متابعة وفية لينا في راسين كاري. حتى يكلموك مدام تعرف الإعداد، تتكلمك درة ولا يحيى ولا أريج ولا حدش، يقولوا لك كيفاش تاخذ الجائزة نتاعك من إهداء أفكاتي لماسك هذوما. وديما إن شاء الله الناس متعافين وبصحة جيدة. لو ماسك اف كاتي يضمن لكم حمايه مطلقه من الفيروسات الكل بما فيهم الكوفيد. محليهم المستمعين. ايه وي مستمعين راس المال. اللي يحب ابو السماع قال لي سلم على الناس كل اللي هو وليد السوسي تو يسمع فينا لانه يبدا مروح من سوسه. تحياتنا وليد. قري في سوسه ومعد العالي الموسيقى. الكمانجيتي الشهير. تحيه لوليد. قال لي راكم متعديوا للساعه نتاع المرويح راني نبدا مستمتع. تحيه لوليد. يا خويا يا وليد ما نسيناش ايامات سان ميشيل راه تحياتي ليك. ويسلم عليكم كيف كيف ياسين عبد الرؤوف بنية الدركان مانيش غالطه كيف كيف يسلم عليكم. قال خساره ما نجمش نشارك ما نعرفش شنو في السنسيا بالميساج بتيت خذيو ما ينجم. تحية لي تحية لي تحية. يقولوا تو نعملوا قهوة سبنيت وبعضنا. الله على بالنا الله. ايه معناتها احنا نحبوا المستمعين نعملوا معاه قهوة. يعني مع قهوة لازم يعرف اللي ما يشربش قهوة في النهار يشربها في الليل بلاش قهوة. قال حماد الجزيري يرحمه في اول يعمل في الكاست في الكاستينج بتاع ليزانيماتور
عاد كان منهم رؤوف كوكا قالوا ياسي كوكا جبناك باش تروينا. يا والله هاي هذا فنان تونسي ولد في 18 ديسمبر 49 وتوفي في 2 مارس 2019. انطلاقته في ميدان الفن كانت من البرنامج التلفزي نجوم الغد. لحن الفنان علي العيد أغنية الشهرة بالنسبة لي هو بلغيت الصيادي الله يرحمه. تدرب عليها ثالوث من الفنانين وهم أحمد حمزة، توفيق الناصر، محمد فرشيشي. اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله نظرة عينيك يا مولاد العين الزرقاء الله لا يغيرني فيك يا مولاد العين الزرقاء الله لا يغيرني فيك اسم الله اسم الله اسم الله عليك. ثلاثة مطربين أحمد حمزة، توفيق الناصر، محمد فرشيشي، ولكن لما تمرن عليها بلغيت الصيادي علي العيد قال اقطع العزف وصاح هذه كسوة بلغيث، فسجلها مع الفرقة وبثتها الإذاعة الوطنية ولقت نجاح كبير كانت من أحلى أغاني بلغيث الصيادي الله يرحمه. عم علي العيد ذيرا وكان عازف كونترباس في فرقة الإذاعة وملحنة الكونترباس الكبيرة كانوا زوز أخوات هما مستاري العيد وعم علي العيد، هذوما زوز موسيقيين باين برشا. وهو رو تعرف بإتقانه الأداء فهد بلان رو هو كان يتقن التقليد فهد بلان ونفس الخامة قامة متاع صوته كيكا أي خامة صوته والغنية ذي جات قد وبالضبط بلانية الغنية بلانية الغنية أي كأنها بلانية نفس عليها بلان دور دجا لا هو نجح بها الغنية بون نسمع جوست غنية لحظة عنا إكستريا وردات خدودك ويلي شعرك انسي عودك صلى له وردات خدودك يلي شعرك انسي عودك. هذا بلغي الصيادي تحية لي روحه الله يرحمه. دونك من الفنانين سامباتيك اون بلوس تري سامباتيك يس الاغنيات هذوما الدوره بعضهم ريبورتوار الكل اللي تري سامباتيك سيرتو في الكابون كابون هو بيدو من هو ياس سامباتيك من خليفة هو من منزل بوزلفة من خليفة لا بلغيث منزل بوزلفة منزلي وهو الامبيونس نتاع الشيره هذيك الكل كنا نمشيو مع بلغيث اي فرح صيدلي هو زيد لا صيدلي صيدلي هي لبنانيه هي لبنانيه اي وكانت تغنى في الفتره هي مبدلوها في تونس ولد فارماسي يا فارماسي يا فارماسي ولدو اين با في كارير غنى مع عدن شويشي يا بابا ماني حيني يا بابا ويا منسيني الحرمان ما تسوق السياره هي الغنيه الاشاره هي يا منسيني يا منسيني الحرمان طليق حكي على موضوع الطليق يا منسيني الحرمان يا كل الحنان يا حبيبي يا كل الدنيا ولدي يا كل هذيك صحيح صحيح الله صوتك يا ماما يا احنا صغار ولا ديما فين ولا حتى يا بابا الله يخليك شهر زيد هي ما الاخرى اكثر الاخرى باش نقول لك طلعت عام فما عام تو منين تعرف اللي هي اكثر ازاي اللي يقربي هي بغيت شهرت اكثر انا ذكرها صغيره وقتها هابش قولك منين اكثر لازم ارقام واحصائيات انت ما حضرتش على كيفن كيجن انت ما حضرتش على كيفن كيجن 79 انت كيجن بيدو اي اسمعني اسمعني عامة اللي خرجت غنية متاع عدنان الشاويشي عدنان الشاويشي وسسمها وسونيا مبارك احكي عليها يا بابا فينومينال بعدها بعام بالضبط تطلع غنيت يا منسيني الحرمين هذا صار علاش انا نتفكر مش من ننسى خاطر المعلمه تخرجني من القسم وتهزني دور بين الاقسام كل قسم نغنيها لهم الغنيه هذه انا صوتي يا ماما زعما خاطر انا من الاولانيين في القسم حفظها وحفظها وحفظها وصوتي نجم نغني معناتها يؤدي يعني شلواش من اللي صغير شلواش انا كان عذاب كان عذاب بالنسبه لي انا محليني قدام قسم نعرف حد منهم وانا يا منسيني العنان معناتها وكنت تعمل هذا كمان ايوه على نساتيره شبيك شبيك يا سامي انا وقتها كنت صغيره ما تلموت شهرت الاغنيه حتى في العروسات يغنيوها حتى في العروسات اغنيه تليق في العروسات شيماء باهته فيكم والله انا بدي بالنسبه ليها سي دو لا سيونس فيكسيون
يلا هذه شايمة فيها فوا ترافيك. رجعنا في لاسين كاري الستة وتسعة وأربعين دقيقة. درجيلة على بكرة بينا شكرا. حاضر حاضر سيدي خويا سيدي. ألوغ من القائل يحتاج الحديث مع الآخرين جهدا لم أعد أمتلكه؟ أنديس. أنديس هذا يوم كلثوم واحد ساكوتي غنيت برشا حتى لين فدت مع أشتاج. من القائل شنو هو؟ من القائل يحتاج الحديث مع الآخرين جهدا لم أعد أمتلكه؟ كاتب أكيد كاتب كاتب يسوع أيوة. عنده بعد فلسفي مش عربي عنده بعد فلسفي في كتاباته. أي أي صيني يا فرنساوي من هذوكم الناسك اللي ساج وكل ما كونفيشيوس لا روز. لا مدير معاصر معاصر كاتب معاصر من الجنسية من الجنسية اليابانية ياباني الياباني شيكوري موري هو هاروكي موراكامي ها هاروكي موراكامي يعجبكش يعجبكش غازي أنا عرضنا البارح في الليل حبيبنا يعجبكش وديما نقراو له شكرا شكرا. عندك حاجة أخرى؟ حبيت نضيف عليه نعطيكم معلومة عليه. هو كتب في تولد في كيوتو نعرفنا جان في 1949 كتب جابوني كونتمبوران معاصر كتب برشا قصص سوكسي واخذ برشا جوائز ويعتبر من أكثر الكتاب المعاصرين في العالم الجابونيين في العالم. شكرا ميرسي شكرا فرح. ما هو الحظ ساعات كي ما يلعبش دور به في التاريخ. عليه أخذ لقيت روحي معناتها ياباني زادة في اليابان سوشي أي؟ أي سوشي شكون سوشي 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 أبغى السوشي ديكلو S U C H I كيما السوشي كيما الماكلة أي كيما الماكلة هذا صاحب سامي كل فاشينيس في السوشي هذاك السوشي يا اخي يخلق يجبدنا على السوشي سامي حتى صديقه اي صديقه وفنان راهو معروف في مصر برشا اي دونك سوشي ستيليست معروف بخير من برشا ناس يجيو من مصر ويقولوا انا معروفين كيما شوكوكو يعني تقول انت نفس المثال تاع جاب شوكوكو لا 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 اللون نتاعو سا 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 تري بون ديزاين مطبوع ومطبوع دونك انا مش نتاول خاطر سي سيغ ما تعرفش سوشي سوشي جوستومون عجبتني كيفاش توارد الخواطر شوف هي سالت على ياباني هذايا صيني سوشي هو كاتب شاعر خطاط من اكبر كتاب الصين الحظ الباهي اللي فما شكون ترجم له كتاباته اللغه الفرنسيه اللي هو نحكيه على جاك بامبانو ولا بامبانو وهو معروف على خاطر كان من المثقفين لي ماندارين في الصين المثقفين واللي يعملوا حاجات فنيه كيما معناتها الخط هذا الخطاط معروف ياسر كتاباته okay. والبي في زيدا اللي عنده الفلسفه نتاع جوستوم عاش قلت لكونفوشيوس دونك عنده نظره فيها ياسر فيتوريست بريكوس تصالح تصالح مع الذات دونك يعطيك دي بيرل دونك ياسر دي دوسوش شكرا اما شفت قداش وي 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 تيليباتي الوغ كو السؤال ماهوش معناتها مانيش مستسينا هذا النوع هذا من الاسئله سبحان ربي أنس. Au bonheur de Sidi Semi, au grand bonheur de Sidi Semi. ما هي مغالطة برا المنطقة الاحتكام إلى الجهل هذا سيتان سبور ناسيونال اختير رئيس الاحتكام إلى الجهل يعني واحد pour argumenter كلامه يستند إلى مقولة أو شيء أو نص هو في الواقع غالط سي أ بو بري سا أنا نقول واحد باش يبرر جهله بشيء ما يستعمل حاجة أكثر مش موجودة بشواري قديش ذيك فهمت؟ سامي أقرب أقرب في واحد يحتكم إلى الأغلبية الجهل حاجة غالطة حاجة غالطة حاجة غالطة فوالا فوالا دونك هو برهان الشيء بشيء غالط خاطئ بناء على الجهل نعطيكم مثال مثلا قولي قد فما من نجمة قولي 8465 تقول لك في عرفت تقول لك برا حسبهم أنت مثلا تقول شكون كسر الكاسه ذاك بيسكو انت ما فماش فما في ما فماش انا هوني سامي يقول انس كيف عرفت اثبت اني العكس هو يعطيك معلومه المبنيه على جهل
ويثبت ما يثبت معناته يطلب منك اثبات ان ما معناته ما قال يصر على هذا لا لا ما يصرش يقولك اثبت لي انت عكس ما اقول يرجع لك الكوره يعني كيما ساعات في انترفيو في ميكرو تروتوار يجي يسال الصحفي يسال المواطن مثلا بعض المواطنين يقول له تي بربي سامحني تي 60% ولا 70% من ساي يدخلوا رجال من الحبس على خاطر النفقه يقول له الاخر منين جبت منين جبت الرقم المشكله مش منين جبت الرقم يقول له اثبت لي انت العكس صحيت يقول له اثبت لي انت العكس هذه هي هذه حقيقه يقول مغالطه الاحتكام الى الجهل رد بالكم من هذه المغالطه اللي هي تحتكم من الجهل انت قدامك الحكايه هذه وانت تناقش في عاد تقول له هذه مغالطه الاحتكام الى الجهل هذه هي غنى فوغ ما ذكرني ياسر بالوزير اللي وقت عطاوه ميزانيه كبيره ياسر بالمليارات باش التلوث في البحر وقالوا اللي باش ينقذوا البحر لازم الفكير نتاع البحر يرميوهم في البحر دونك قالوا له وين المليارات وين الفكير قالوا في البحر شري الفكير حطه في البحر إجا أثبت يا لغاز نشأ هذا الفن الغنائي في الأندلس مش سميه لي شنو النوعية متاع الفن فلامينغو ثم انتقل إلى بلاد الشام الموشحات ولا وتم إدراجه مؤخرا في ال 2021 تم إدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي باليونسكو يعني يغنى بالعربية طبعا مالوف كيما المالوف هو كيما المالوف عنده اسم هو عنده اسم حلو برشا هو مشتق من الموشحات والأناشيد الدينية الأغاني الشعبية والفولكلورية زادة شرقي هو راهو مش تونسي مالاش نحكيو على التونسي ما قلتكم جاي من تركيا ومتعدي للشام نعرفوه غازي سمعنا بيه ماهوش ابتهال ماهوش دور ماهوش موشة لا هو عنده اسم خاص به هو اسم خاص وفما ناس شكون غناه مثلا فيه شكون بالضبط فهمت مثلا قدود كيما القدود الحلبية الله يلوز عليها الكلمة القدود الحلبية اللي هو ما فما ناس برشا بارعين فيه منهم صباح فخري اللي هو صباح فخري سلام الأندلس اي هو مش هو من الأندلس أصله ووصلنا للشام كل المليحة والله يشتغل قدو كان ما يسمى لا فما سزمة ولو انه الكلمات الزور عذبنا بام 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 قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت قل للمليحة قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قل للمليحة الله الغزوز الله هو عندك في الموشحات الخدود هو شوية سيكة هكي أنا قلناهم مشابه لا قلتوا مشابه عندي لكم سؤال وقولوا لي شكونوا أول رياضي تونسي تحصل على ميدالية أولمبية فرح جمودي بوكسور بوكسور من القروان بوكسور من القروان تولد في القروان توفي في سوسة عاش ما بين 1939 و 2011 هو أول رياضي تونسي يتحصل على ميدالية أولمبية وأول ملاكم يتحصل على ميدالية برونزية بوزن دون 63.5 كيلوغرام على الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 64 أول ميدالية كان أخذها في ليبيا وقت اللي شارك في مسابقة تنظمت غادي كمعوض للملاكم عزوز بشير اللي كان بريفيو باش يمثل تونس وقتها ربح لحبيب قلحية وقتها في الدور النهائي ملاكم مغربي في آخر سنين حياته تعرض إلى مرض الزهايمر ومرض به واللي خلاه ينسى وقعد كان المقربين منه يقول لي الزهايمر يقول لي اي ما المشكله ذي هو مرض الزهايمر والجمهور هو اللي نساه فما مشكله شكرا لكم مستمعينا تلقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده